أسبوع مليء بالمفاجآت مر به متسابقي كاريزما، بدأ هادئا كالمعتاد بعد أي برايم، لكن سريعا ما اشتعلت الأحداث بداية من يوم الثلاثاء وقدوم صاحب القرار تركي الدوسري. وكالعادة تواجده يعني المزيد من العقوبات والخصومات، لكن هذه المرة كان ينتظر متسابقي كاريزما قرار كان صدمة بالنسبة لهم. وبعد ترحيل مناحي الرجباني وفايز الشهراني إلى البرايم واستبعاد محمد الودعاني وفيصل الدبلين، توقع أكثر المتفائلين بأن اليوم التالي للعقوبات سيكون حزينا ولن يتفاعل المتسابقون مع بعضهم البعض. لكن المفاجأة كانت قوية، وتخطى المتسابقون أحزانهم سريعا ورجعوا للتنافس وبقوة على لقب نومس نسخة كاريزما التون. وكانت الفعاليات سريعة وقوية ومليئة بالحماس، وآخرها العرض المسرحي ليلة رح. لكن وبعد أن اجتمع 8 متسابقين على طاولة ليستن، كانت هناك مفاجأة أخرى، وهذه المرة من المتسابقين الذين امتنعوا عن الإجابة على أسئلة مقدم الفقرة وهو الآخر. قرر أن يفاجئ المتسابقون بقرار ترحيلهم إلى البرايم. ترحيل المتسابقين جميعا إلى البرايم، شكرا لكم. وموجودين الآن أمامكم 10 متسابقين وليس 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وحياكم الله. معي أنا زياد الشهري في البرايم. نعتذر باسمي واسم كافة من يريد إرضائك عزيزي المشاهد الجميل جدا عن التأخير، ولكن في هناك مهم وفي أهم، وهمنا والمهم هو اكتمال وقفنا لنسعى دائما وأبدا إلى بلوغ أعلى درجات الرضا من الله سبحانه وتعالى. شكرا للأستاذ ناصر الغامدي، شكرا على كل ما تقدم، أقسم بالله أن يشحننا دائما بهم هذا الوقف وترك غيره في أوقات معينة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم الرضا التام من قبله سبحانه وتعالى. حياكم الله مشاهدين الكرام باسمي واسمكم، متابعينا من أمام الشاشات ومتابعينا من خلال البث المباشر من اليوتيوب. آسف أخرناكم شوي، وراكم دوامات، ولكن عسى الله لا يبين غلاكم، لأنكم أغلى من الروح في غالب الأحيان، فأنتم الوقود الأساسي لأي وصول. باسمي واسمكم أرحب بنجوم هالنسخة كاريزما في نسختي الثانية، منورين الدنيا يا أخواني. الله يحييكم. الله يسلمك. طول بعماركم وعمرك. اجتمعت مع المتسابقين قبل الهواء وقلت لهم كلمتين في الخاطر، ويشهد الله سبحانه وتعالى أني ما ذكرت هذا الكلام إلا لأني أستاجع ويوجعني خاطري وقلبي إذا أوجعوا أنفسهم بدون ما يدرون، لأنهم مثل أخواني الصغار عمرا في الإعلام ولكنهم كبار قدرا أكيد. خلونا ننطلق في البرايم، جعلني ما خلى منكم. خلونا ننطلق في البرايم، يكفي ما مضى من الوقت. ورحب بكم اليوم ما شاء الله تبارك الله 10 معي، وواحد منكم يسد عن 100، فالله يعين المسرح اليوم ويعين خاطري عليكم من ثقلكم. أرحبكم إن شاء الله واحدا تلو الآخر، بعدين نتناقش في كيف كان الوصول إلى هالمرحلة. وبيض الله وجيهكم على فكرة على المسرحية اللي أمس، عسى فالكم إن شاء الله المسارح العربية والخليجية والسعودية أولا، لأن السعودية دائما أولا. محمد بن مسفر القحطاني يشرفني يا محمد. شباب أعطوني إياهم تباعاً على حسب ألوانهم أو مراكزهم اليوم معي، وإن أخطأت في منادات محمد فالكل محمد اليوم. يا مرحبا، إيش حالك يا محمد؟ عساك بخير، بيض الله وجهك. جيتك قبل يومين لقيتك جالس لحالك تكتب في النص والسيناريو، وشفنا ثمرتها أمس. عسى الله يوفقك إن شاء الله ويسر أمركم ويسمع مع المسابقين ومع أخوياي. أكيد، أنا يوم ناديتك قلت اليوم الكل محمد، شفنا الفعل اللي حصل أمس، وأعتقد أنه يثبت كلامي الآن. المتسابق الثاني معنا مين؟ محمد بن مسفر. لبيه. إيش تتوقع لونك اليوم؟ والله ما أدري. إيش ودك؟ الأزرق جميل. ودك بإيش؟ الأزرق.
هلا هنت، روح اقصى اليسار في الاحمر. حلو. المتسابق الثاني اللي معانا باللون الاخضر، تعال على يمناي يا سالم. سالم بن جديع. يا مرحبا يا سالم. أبيك. كيف امورك؟ طول عمرك. ساك بخير. كيف الحال؟ طبعا اليوم بيكون معنا 4 تاكين في الاحمر، والستة الباقيين مقسمين، او 5 عفوا، لا لا 4 يا شباب، عدد اللي معنا 10 في البرايم، صحيح؟ صحيح؟ كم معنا في البرايم التوتل؟ 10. 4 بيكونون جالسين او 5 في اللون الاحمر، و5 مقسمين. اعطوني الثاني باللون الازرق. نايف بن ثامر، تفضل يا ابوي. اليوم اشعر ان ابيات ابو نوره تنطبق علي، غريب الدار ومناية التسلي، والله العظيم. ناصر البريك، شرفني يا ابوي باللون الابيض. فايز الشهراني باللون الاصفر يا ابوي. اللون البرتقالي اليوم هنا يا ابو. سعود بن علوش، تفضل. سالم بن محمد الغامدي، تفضل يا ابوي باللون الاحمر. محمد مسفر القحطاني سبقك على المكان اكيد. عبد الله العتيبي، تفضل باللون الاحمر. ومناحي يا ابوي، تفضل باللون الاحمر. وفيصل الحازم فايز. نقرب شوي بس ما نطلع من الدائرة. سعود، سعود عادي يطلع من الدائرة، تعال حول فايز. بس عندك يا عبد الله، عندك من باب الاحتراز. ايوه، لانه ممكن عشان بس الامان ممكن تختفي. ايوه، وانت يعني ما ودك تختفي، تكون سقوط حر. مو بحر، سقوط احمر. لا ان شاء الله ما نسقط باذن الله. حياكم الله يا رجال. الله يجزيك خير. السبحة يا ناصر. نعم. في جيبك لا هنت. مؤلم جدا أن من تحب يفعل ما يؤلمك لتؤلمه. ما عجبك كلامي يا سعود علوش؟ الابتسامة ما هو بوقتها، الله يرضى عليك. إلا في حالة واحدة، أنا بسأل سؤال والجواب متاح للجميع. ما الفرق بين الحر والمملوك؟ من يملك الجواب؟ ناصر. الحر هو الرجال اللي ما في شيء يقيده. ما في شيء يقيده. يقيده. والمملوك؟ والمملوك اللي يكون تحت سلطة أحد. تحت سلطة أحد. نعم. آسف، وأنا عارف الجواب قبل أسأل. هل فيكم مملوك؟ ابدا، كلنا احرار، كلنا مماليك لله سبحانه. سبحانه لله. ولكن في الدنيا ولدتكم امهاتكم احرار. نعم. احد يعارض كلامي ذا؟ لا طبعا. بتعارض؟ تفضل. ما يجعل الاحرار مماليك الا معرفه الله. اشكرك. من هو اللي فعل فيك معروف يا فيصل الحازب وتملكك امس؟ بناء على البيت اللي قلته أنت، وتملكك أمس أنت وثل معك، وأسأتم للمشاهد أولا لسبب أن المشاهد يروح يعطاك أنت
وكل أخواني اللي هنا وأعطاني سابقا أغلى ما يملك. فيصل وش أغلى ما يملك المشاهد أو الإنسان؟ نفسه. الوقت. الوقت. في إني أعطيك وقتي وأغلى ما أملك ومشاعري. شفت حلقتك لحظة لقاء؟ الله يطول عمرك. كيف بكت أمي في البيت أنا يا زياد؟ الله يطول عمرها. فالوالدة أعطتك من أغلى ما تملك. أقسم بالله أن الوالدة أمس زعلانة وكأنها توفى لها أحد لسبب. تقول ليش كلهم برايم يا ولدي؟ واحسبوا كم أم في البيت. إيش اللي حصل أمس يا فيصل؟ وقفوا مع أخونا محمد أمس. إذا محمد أمس هو من تملككم؟ لا عندي إجابة الحين اللي استن. هل مجبور انك تجاوب سعود؟ مو عاجبك البرايم؟ لا ابدا. ليش؟ اثبت مكانك الله لا يهينك. ابشر سعود. اقسم بالله ان زعلي حار. والله قاعد اطلع طبيعي ابتسم. والله انا طبيعي ابتسم. مو بوقت ابتسامه يا ابوي. ابتسي. مو بوقت ابتسامه يا سعود، هذه اخر مره اقولها لك. ابشر. لبيه يا ابو مسفر. اقول هل مجبور انك تجاوب المستقبل؟ الطبيعي احترام تجاوب. طيب واذا طلع خطا السؤال؟ خصم عليك. تدري متى ممكن اقبل كلامك ذا يا ابو مسفر؟ وعقلك انت ومن معي الان يوزن بلد. لهو في البدايه. مش بطريقه الاستلطاخ اللي الان قاعد تسويها. صح؟ إذا أخطينا إحنا نعتذر. وأنا إذا أخطيتوا يعني ما تشوف اللي حصل خطأ؟ أنا ما أدري. أبو مسفر كأنه في بيته واحد في صالة، والله اللي قاعد يتابعك أمي وأمك وأمهات المتسابقين. بيض الله وجيهم. أخطيتوا أمس ولا لا؟ بيض الله وجيه أخوياي وأنا أعتذر بالنيابة عنهم. أخطيتوا ولا إذا لا؟ إذا أخطينا عليك يا دقيقة محمد. أنا بدي أخشمك، خلينا نكون واضحين. اللي حصل أمس خطأ أو لا؟ في عرف البرنامج. في عرف البرنامج خطأ. خطأ. نعم. لأني كنت بسألك سؤال لو قلت لا ما أخطيت. من المسؤول عن البرنامج؟ أستاذ ناصر. أمس كان سؤال ليش ما حصل جواب؟ أمس كان سؤال ليش ما حصل جواب؟ إذا أخطيته. طيب أنا بقفل الحوار. لبيك. أول شيء أعتذر بالنيابة عن أخوياي للمشاهد وللأستاذ وليد قشرة. إذا حنا أخطينا وأعتذر عنهم كلهم وبالنيابة عن أخوياي وبيض الله وجيه أخوياي، والاعتذار من شيء الكبار طال عمرك. ما هو شكرا. المسألة سهلة، ولكن هل يقبل الاعتذار أو ما يقبل؟ فيصل الله يكره من يكرهك أولا، ثانيا أنت راعي وفا وجميل مع زياد وغيره من قبل البرنامج. ما لي فضل. ولكني استاجعت أمس. فايز كيفك؟ أبشرك طيب وبخير الحمد لله ونشكره. فايز لك 3 أيام؟ فعلا لك من اسمك نصيب. مختلف في البرنامج وضاو نجمك، وش السبب؟ والله هذه قدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى، أراد أن ينزل علي الطمأنينة وأراد أن ينزل علي روح الريالتي. وين كانت قبل؟ ما أدري، عند الله. أنا قلت لك قدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى تنزل لي. أوجعك الموقف الأخير؟ موقف إيش بالضبط؟ الورق والقلم والكتابة. نعم يمكن في وجع تقريبا شيء زي كذا. في وجع ولا ما في؟ لا افا انا لو زبنت في وجه في لحم من الناس هذا لو نتردد ما تردد. نعم. طيب اوجعك اللي في الكنترول جاب الورقه؟ لو فكرنا بالعقل ما بيوجعني كلامه، لان هذا عمله. وجه قدام فايز. المشاهد يبغى وجهك ما يبغى وجهي. في كاميرا هنا. في كاميرا بس حالاتها الدايركت. سعود كيفك؟ زين حالك. سعود اكتفيت من البرنامج صح؟ تقريبا لا. تقريبا لا صحيح. طفشت من المشاهد؟ ابدا لا. كيف تستخف به؟
بس تخف ليه؟ والله انت كلام صادق، تخف ليه؟ انا من اول خلقني الله وانا ابتسام ورسوم في وجهي. خلي ابتسامك طيب. الله يديمها، الله يطول عمرك ويبعثك عليها يا رب بعد عمر طويل، ومن يسمع يا رب. اسالكم بالله يا عبد الاله انت واخوياك، ولا يسال بالله الا الجنه، ايش ذكرت لكم قبل 3 ايام في الاجتماع؟ سام ايش ذكرت لكم قبل 3 ايام في الاجتماع؟ انه اخر شهر ايش فيه؟ الحصاد وقطف جني الثمار. وجني الثمار، أهناك عاقل يعبي عربية ثمار وينثرها؟ لا. عبد الله سلم. حياك الله. الله يجيك ويسلمك. عبد الله ليه؟ سلم. أعلاهم ثقافة، وإذا على فيكم رجال كلنا معه، ونطاح فيكم رجال كلنا نشيله. أعلاهم ثقافة وإقدام، وتاكيلي على جبل أنا الآن. ما عليك زود طال عمرك. إيش اللي حصل؟ اللي حصل أن تضامننا مع أخونا محمد بن مسفر ويستاهل، ولكن إحنا نقول إذا إحنا استهدنا، وأعتقد أن ما وفقنا. أعتقد؟ الاعتقاد يعني اليقين ترى في اللغة. جوي. كيف؟ تفضل. ولكن إحنا نعتذر من الجمهور. هل تتضامن مع شخص يأذن في إذن دمية؟ والله حنا نتضامن معه، هو ممثل كبير، فتلقاه يأذن في إذن دمية، هو مبدع ويخرج على ما قال عن المألوف. حتى وإن كانت الدمية هذه فيها علاقة معك؟ والله يا ابن حلال والله ما أدري، لأن في موقف الحين ما عاد هو موقف تبرير. جميل. هو حرب الثقافات الآن. حرب مين؟ حرب المعلومات والثقافات. جميل. نايف الله يبعدك سبحانه عند البرايم وتدور له. اللهم اللهم ايش؟ يبعدني عن البرايم وانت تدور له. سالم مخرجنا، لا تجيب الكاميرا له انت. حتى القلب ما هو راضي يكتب. ارتاح. اسمح لي أقول على الهواء لأن صدق إيثار لابد منه، تؤثر على نفسك لابد. غلطة الشاطر بكم؟ الحين مليون. وأمس كم كانت بكم؟ أمس غلطة محب، غلطة عجيب. طب الكلام اللي كتبت لك حقيقي ولا وهم تعيشه؟ ما لم تقول، ما تقول الحقيقة لأن كانت خبرة، وأنا أي شيء تقولها أشوفه حقيقة. أبو سعد ناحي طمني عنك. بخير نحمد الله. عساك مرتاح. بخير إن جعلك به. الحمد لله على سلامتك اليوم من الطيحة. الله يسلمك طول عمرك. لو داري تنبأت بمليون ريال. كيف؟ لو داري أسبوع اللي طاف تنبأت بمليون، لكن جاني اللي أطلق من المليون. أجعل ربي يطول عمرك يبيض وجهك. تذكر يوم قلت لك المعجزات 7 وأنت ثامنها؟ جيت عشان قلت أنت بخيل ما تجيني. إيه بس كأنه ضايقك موضوع أن المعجزات 7 وأنت ثامنها. أفا تدري ليش قلت هالكلام؟ ليش؟ لأن اللي مثلك وشروك ما خلق إلا للمعجزات. أجعل ربي يطول عمرك يبيض وجهك ولا عليك زود. ناحي ما كنت أمس يا بعد راسي من ضمن العشرة. نعم. اللي على طاولة فقرة البارحة. صحيح. مع الغالي وأخوي وليد بشران.
لو كنت معهم هل ستقدم على نفس الفعل؟ لكل حادث حديث. لكل حادث حديث. شفت الحدث أمس يا ملاح؟ شفت. لو كنت معهم بتقوم بنفس الفعل؟ ما أدري، هذا لو كنت معهم، أنا ما كنت معهم. خلني لين أجي معهم عشان لو أمتنع الرجال الآن عن الإجابة في البرايم بتكون معهم؟ كيف؟ أنا الثقافة أصلاً عندي، الله يرحم الحال، أنا بإجابة لي. خذني في بشت حلمك. لو أمتنعوا الآن أخوياك عن الإجابة في البرايم بتكون معهم؟ إذا ولا تعطي الفقرة حقها؟ لا، هذا سياسة برنامج بمشي عليه. اللي هو؟ بعطي الفقرة حقها. إذن مناحي لو كان أمس معكم ما قام بالفعل اللي فعلته. شكراً يا مناحي. عفو، أنا عارف إنك بتقول كذا. أحب اللي يعرفني ويعطيني ما أريد. مش اللي سعدك؟ جعلني ما خلق. سالم كيفك؟ أنت ليش ما قدمت على جمعية الفنون الثقافية بدال البرنامج؟ خير إن شاء الله، بعد ما نطلع بإذن الله نقدم، والواقع يطلع نجوم. داخلك ممثل كذا يبغى له بس فترة وينطلق. جاك والله تسلم، كلامك وسام على الصدر يا زياد. طيب أعيد وأكرر، ما حدث البارح كان موجع لي كإعلامي لسبب، والله العظيم لو أنها فقرة سناب آسف، أعتقد بكلها احترام أكثر من اللي كانوا على الطاولة. لو أنها فقرة سناب، ولو كنت أشك أنا يا زياد بمقدار 1% إن ما نفذ البارح سينفذ اليوم، والله فلا أتعنى وأجي إلى هنا. أدري لكل جواد كبوة، لعلها الكبوة اللي بعدها إن شاء الله الصهيل كما كان سابقا. الوقوف أمام الكاميرا حاجة ما هي بسهلة، إنك تخاطب الناس الآن في هاللحظة بالملايين حاجة ما هي سهلة. فأقسم بالله لو استشعرتم أمس قبل دخولكم في الغيبوبة، لأني أعتبر أن كنتم في غيبوبة، من يشاهدك لن تتجرأ على هالفعل. أولاً احتراماً للشاشة، احتراماً للمقدم، احتراماً لإدارة القناة. لم أجد أطيب وأرجل وأوفى من واحد اسمه ناصر الغامدي أبو عبد الإله. ففعلكم أمس كان يا رجال منفر، مع الوجع اللي يعني حصل اليوم يبشرنا أبو عبد الله المركز الأول 1,000,000 ريال، المركز الثاني 300,000 ريال، المركز الثالث 100,000 ريال، ونجم الجمهور كم؟ 100,000، وكلها تصويت، يعني بيكون الأمر بين يديكم. نجم الرياليتي الثالث بيكون تصويت جوجل و20,000 ريال، والمركز الأول تصويت مادي، المركز الثاني الفلوس والتنجيم أمامكم 1,500,000، وفوقها 20,000، وفوقها حبة خشم. يعني الآن يجيكم واحد يقول لك البرنامج القادم من يحصد المركز الأول هو مقدم أساسي فيه، يعني مكافأة فوق مكافأة فوق مكافأة، فوق حب فوق تقدير فوق إجلال، وناموس يضفها كلها في مشلحة. أي بمعنى اليوم أنا واقف جنبك كمتسابق، بكرة أنا أشاور كفقرتي يا رجل، بكرة أقول يا فايز يا سعود يا عبد الله يا مناحي يا محمد يا سالم يا فيصل، ماجد المهندس أعتذر أني قاعد أقول الأسماء هذه ورا بعض، يا نايف يا ناصر، أخواني اللي جالسين اليوم أقول فقرة كلاس لا تسوي فيه كذا، سوي فيها كذا. سامح الله الغيبوبة اللي دخلت فيها البارح. سلطان البريك اللي يقدم لك معروف، وش ترد له؟ رد له معروف مجبور. كيف أسلوبك أمس مع الأستاذ ناصر الغامدي على الهواء؟
استاذ ناصر غاندي اللي بيني وبينه اكبر من الامر ذا، ولا يحتاج ابرر او اقول اي شيء. انا وابو عبد الله، اسمح لي توقف وانت تسولف. انا وابو عبد الله من دون العرب كلهم، فلا يحتاج اي جواب. تقهره تقول عشان تنقهر انا اخذ المركز الاول؟ نعم باخذ المركز الاول باذن الله ومرسل احجاجي على الله. كيف تقهر ناصر؟ ليش؟ ايش القهر؟ ناصر انا ناصر ما عنده الا مكانه ابوي يا سالم. انت شفت؟ ولا بيني وبينه يطول العمر للاحترام والتقدير، وامزح معه ويمزح معي. سلطان. نعم. الف مبروك وصولك للنهايه انت سالم. الله يبارك فيك طول عمرك. ارتاح. انت وسيف عفوا ال سالم. سلطان طبعا وسيف ال سالم. اخذ البوردنجات ان شاء الله اكون معهم في المركز او في الحفل النهائي. مبروك يا سلطان. سلطان مبروك. الله يبارك فيك. كيف امورك؟ ابشرك. النهائي في تنافس على المشتريات وعلى المراكز، شدوا حيلكم. عبد الله الحربي الحمد لله على السلامة. كيف أهلك؟ كلهم طيبين. الله يجعلكم في خير. الله يجعلكم في خير. اللهم آمين. توكل على نبدأ البراين رجال. ثقة بالفعل وشكرا على الاعتذار. سياسة البرايم عندنا كيف يا شباب؟ لا على ايش تحسب درجات البرايم؟ كيف مقسمة؟ 50-50. البرايم 25% عليه درجات صح؟ 25%؟ سويت مجموعك في النقاط، مجموعك في البرنامج، و50% حصان. الحصانة. طيب شو رايكم اريح اللي ياخذ الحصانة واجلسه من بدري؟ شو رايكم؟ انت كريم وهو يستاهل. انا اي مكان ولا شباب من اخذ الحصانة؟ طيب جدا ان لم يبلغ العتب هالمرتبه من العتب. تدرون وش اول سيئات البرايم اليوم؟ اول سيئاته وهو من فعل قدمت ايديكم ناصر. مرحبا. الف تلريون مبروك حصولك على حصانة هالبرايم لشخص. جميل الثوب الشمال. جميل. ترى جرحتي فقرة اليمين. آسف لأني جرحتك. مبروك عودتكم الحصانة يا فايز. مبروك. نوم عيني. عندك تعليق يا فايز؟ عندي تعليق. تفضل. الله يتوجيهك. عطني تعليقك واستعجل لي يا فايز. طول عمرك. جميع ارحب جاي من دوجي. تستاهل يا بيت. تستاهل. الله يطول عمرك. تستاهل. اياك مدى. بالتوفيق يا شباب. بالتوفيق يا شباب. استاهل ابو مالك. بالتوفيق يا شباب. استاهل. بالتوفيق. فايز. لبيك. ما هو الشيء الذي اذا طلب فقد؟ الحب. ويندرج تحت الحب الاهتمام. نعم. ويندرج تحته الاحترام. ما كان في الخاطر احد يسلم عليك. عطني تعليقك. عطني تعليقك. من الشباب. عطني تعليقك. مبروك الحصانة. الله يبارك في روحك ويجمل حالك ويبيض وجه من سعى لهذا الحصانة ويجمل حاله ويعيني على رد الجميل. يشهد الله العظيم أنه ملكني بمعروف وعسى الله يعيني على رد جميله علي. بيض الله وجيهكم جميع وجيه خوياي. فايز. يا سلام. المنعطف الأخير ومثلك ما يصل في النهائي.
ابشر بنفداك. قواك الله. وياك بنفداك، وانا اقول طالب العليا لو تضيق به كل دروب، كن في صدره عن الياس عود ينهره، مرت الريح العتيه علي نسمه هبوب، لا تثنى الغصن معها تثنى بختره، اصرف في نظرات الاشفاق الريم العوب، انا ما ينظر لي الا بعين المبخره. سلام. صح لسانك. بالتوفيق يا شباب. قواك الله يا فارس. بالتوفيق يا شباب. الله يوفقكم جميعا. الله يبارك فيكم جميعا. الله يبارك في الروح. مبروك لك يا فايز، وكنت اتمنى في ظروف اجمل من هالظروف اللي احنا فيها اليوم. الله يبارك في روحك يا زياد، ولا يهينك ويجمل حالك، وبالتوفيق للشباب الباقيين. وحالك اجمل. سلمت وجميع. وجعلك ولاسمك منك نصيب. قواك الله. لأول مرة في برامج الواقع شباب، رفعوا لي صوتكم ما أسمعكم. لأول مرة في برامج الواقع طبعا أضافوا لي النقطة هذه الآن، يقولون أن الجوائز تصل إلى 1.5 مليون وأكثر، وهذا ما يعني ما يحتاج أحد يعرف به، لكن أنا اللي بخاطري أقوله. لأول مرة في برامج الواقع أن من يتسبب في خروج متسابق هم أخوانه المتسابقين. وين يا أسبيعي؟ ضروري يا رب خارجني ضروري. قواك الله. لأول مرة في برامج الواقع أن من يتسبب في خروج متسابق هم أخوانه المتسابقين للأسف، ولكن لا خطأ يمر بلا غفران. فأنا اليوم قررت فيما يخصني احتراماً لهالمهنة، لهالشاشة، لهالمشاهد، أن أتخذ موقف. اسمعوا الرواية حتى النهاية. اليوم تعمدت إلغاء البرايم. اسمعوا الرواية حتى النهاية. اليوم أنا تعمدت إلغاء البرايم. يا إبراهيم مجلس رواية رواية. لبيك يا سالم، إيش تقول؟ أنجزك. أنجز. تأمرني ولا تطلبني؟ فوق الأمر. والطلبة؟ ما يطلب إلا طيب إن شاء الله. غلاب دائم تغلبني. تعلمني. الله. اليوم ما عندي إبراهيم، ما عندي أسئلة. في أسئلة بس ما راح أسألها. ليت لو توضح يا. يا ليت لو إيش؟ لو توضح. يا ليت تدخل سبحتك في جيبك. أبشر. بشرت بالجنة. لسبب. كلنا أرواح تهوى الشقاوة، تهوى غير المألوف، ولأنكم أمس فعلتم فعل غير مألوف فلا بد أن يكون البرايم غير مألوف كذلك. من قدم السبت وش يلقى يا ناصر؟ الأحد. ومن قدم الجمعة وش يلقى؟ السبت. يلقى زياد الشهري. لا مو السبت. نعم. ما عليكم زود. يلقى زياد الشهري. صار مني طلع. طيب المفهوم من كلامك يعني أن احنا المفهوم انك تسكت يا سعود. آسف جدا لكم جميعا. آسف لصديقي وليد قشران. آسف للمشاهد قبل الجميع. آسف لذواتكم اللي فيها جانب إعلامي وطغى عليها جانب جاهل البارح. اليوم للأسف ليس هناك أسئلة. ما في إبراهيم. أخواني في الكنترول،
احسبوا لي من أقل تصويت واحسبوا لي من أقل درجات في البرنامج واعطوني أقلهم. من أخرجك زملائك وليس أنت، وليس زياد، وليس البرايم. من أخرجك اليوم في المنعطف الأخير والنوماس والمليون والفقرة في البرنامج القادم تلوح لك بيديها تقول تعال أنا في انتظارك، ولكن باستهتار غير مسؤول أقصوك من البرنامج للأسف. اليوم أقولها بالفم المليان، الله يسامحكم في خويكم، بكل أسى وبكل تمنيات لمن سأعلن اسمها الآن بالتوفيق في المستقبل القريب، والله يطفي جمرة الجرح ويضمدها. اليوم مشاهدينا الكرام بكل أسى نستودع الله سبحانه وتعالى النجم الأقل رصيد والأقل تصويت بعد إلغاء البرايم، ولكل فعل ردة فعل. استودع الله سبحانه وتعالى النجم مناحي الرجباني. صلى على محمد، خلينا نتكلم يعني. صلى على محمد، ما تسببت عليه. انتم ما تسببتوا عليه، هذه سياسه برنامج وانتم مالكم اي اختصاص، ولا تسببتوا علي. يعني تسببتوا علي عشانكم يعني ما اخذتوا الاجابات؟ هل انت داري انك اذا ما جاوبت الناحي بيطلع؟ ما تسببت علي. طيب هو يقول تسبب يا اخوي ما تسببتوا علي، ما تسببتوا. انتم لو عليكم الكلام ما تسببتوا علي. اولا فيه كلام في خاطري بقوله، الله يبيض وجهكم جميعا. وجه الشيء الثاني، شكرا لقناه الواقع، شكرا لابو عبد الله، شكرا لجمهوري الكريم، شكرا لابو سلطان، شكرا لاخواني المتسابقين. مهما جاء من الكلام والله ثم والله ثم والله ما يدخلني فيكم شك 1%، لاني انا اعرفكم واعرف قلوبكم واعرف، لكني تمنيت حاجه واحده، اني قدمت اللي يجوز على رضا الله سبحانه وتعالى ومرضى جمهوري ورضاكم. فاذا احد عليه في خاطره عليه شيء في العذر والسموحه، فانا اخوكم الصغير والعذر من الله منكم. جعلني ما سوى شيء، بس انا ما تسبب هم ما تسبب ما ما انا ماني معكم، بس انا معكم كان بس يقول اخويا من احنا نسوي عشان تسبب هذا النقاط، عشان يعني التصويت، وعشان الغى التصويت والغى الغى كل شيء، التصويت والنقاط وكل شيء. يعني قصده في البرايم ما حصل شيء، ايه عشان التصويت اللي في البرايم الغى. والله ما درينا، والله لا اله الا الله. لا تعذر، لا تعذر من اخوك. انا ما قال نبي نفزع الرفيق، وان كان ضرينا رفيق فانتم كلكم غالين. صلى على محمد. انا عارف المقصد. انا عارف اللي في قلوبكم كلكم، وانتم تعرفون اللي في قلب مناحي. والله ثم والله ثم والله ان يكون لكم كل التقدير والاحترام، ولا يجي شك في واحد منكم. احنا متخيلين القريه بدونك، انت شعله القريه، وانت اللي تعطينا الدافع اللي يخلينا نظهر ونبدع. جعل ربي طول عمرك. وفقدك مو بسيط، جعلني وانت ما حصل منك الا الاعلام الطيبه، وانت اللي كافينا بشين واجده، لا من ناحيه الاداره ولا من الاعلام الطيبه اللي تجيب لاخوياك، وكل شيء كل شيء انت اللي تتبعنا واحد واحد، وانت اللي تقول هل بنسوي كذا وبنسوي كذا. الحين احنا ايش بنسوي عقب؟ جعلني والله انت فيكم الخير والبركه، وانا ما اجي الا من بعدك. الله يجعل ربي طول عمرك. والله اللي في الصدور ابلغ يا ابو جعل ربي طول عمرك. اي في ذمك. والنوم يا
والله إن فقدك والله إنه مو سهل لكن والله ما عاد والله ما عاد بيقول لك لكن بنت واجد وانت اسد حل الفراق وشاعته والبهادي والكل منا دمعته فوق خده يا رب طول عمرك وفينا وفينا شد الغالية اللي روحته جابت الويل انكسارا للخواطر بشدة صدق المشاعر غير حجن التماذي تظهر على وجه الحزين المفارق بيد العزم والحب
شكرا لكم. هل انتم تدرون سويتوها يعني؟ هل انتم عارفين الشيء ذا انكم انكم اذا سويتوا كذا انا ما راح يضرب رايم؟ ما تدرون. لكن هذا شيء انتم ما تدرون عنه، هو صار كل شيء يصير. تعودنا، اقسم بالله ان تعودنا على الوجع، تعودنا على الصدمات، تعودنا خلاص جانا تبلد. والله يجعل ربي بيض وجهكم، جعل جعلني ما خلا منكم. استغفر الله من ذا البرامج اللي انه بيجي قبل اربع ايام ولا خمس ايام طالعين العيال وانت الحين انا شفت انت التعب. هو لا نادى قبل شوي ما تبقى الرصيد، نادى ما تبقى الرصيد. قول لي انا شفت التعب اللي انت حسيت به من حسين اسبوعي، وعارف وش اللي خطركم، وعارف والله اني عارف شو خطركم، عشان كذا والله ما بكم تكلموا مزيان، لاني اتعب من التكلم الاسبوع اللي راح، عشان كذا والله ما بكم تكلموا مزيان عشان ما تحسون بالتعب اللي انا تعبت. جعل ربي يطول عمرك. من مقاصد البرنامج معرفته. جعلني مع دم اسكت. خسارة عظيمة. حنا قبل أسبوع خسرانين أركنين من أركان البرنامج، واليوم والله إن خسارة عظيمة. إي والله. والخير والبركة فيه. والله يا ربي يحفظك. واللي مهونها علي ان شاء الله 10 ايام والحمد لله باذن الله ان شاء الله 10 ايام. اتمنى اني انا تحسست على الطاوله، وانا اللي ايش اسمه يا اخو شلت حمل مهم بحمله. لا مو والله ما كنت والله ما كنت يوم انتو اذا هي خطف الخط انتو حطيتوا علي حمل يكسر الظهر، زودنا عليك انكم ما جاوبتوا. صل على محمد وبيض الله وجهكم. ما سوى كذا الا انت تستاهل. وشيء ثاني ولا درينا والله ان نقطع عليه نهائيا. والله ما لكم اختصاص فيه نهائيا. والله يا ربي يحفظك يا مسيح. والكل منا دمعته فوق خده ما شمله. غريب صورنا يا اخوان الموجودين على البرايم، اخر من توقف انك انت. هذه سياسه برنامج، والله ما ندري من اللي طالع، من اللي ظاهر، من اللي جالس، من اللي بيجلس، من اللي اقسم بالله انه ما عاد ادري. انا في دوامه والله اني ما عاد ادري وش نسوي وش نحط وش نخلي وش ما ادري. والله اني ما ادري، جاني تبلد اقسم بالله، انا جاني تبلد، جاني صدمات، جاني كل الانواع. جربت والله اني جربت في صدمات من يوم دخلنا، لكن اللي بقول الله يصبرنا على القريه عقبك. جعل ربي يطول اعمارك. الله يقوله فيك الخير والبركه. جعلني مع دروسك. هذه المره تحزننا عليك. والله العظيم والله ان لك مكان وقدر وغلا ان انت علي. وهذه المره الثانيه. يوجعنا انك تظهر وبتفارقنا، ولا ندري انك نجم وانك متقدم. وانك فارق ما نقول لك الا الله يحفظك ويسر امرك ويبيض وجهك ويجمل حالك على علومك الطيبه اللي وعلى جمايلك اللي ماليت ان صدورنا في تحت البث وفي البث. الا خسرناك الله يبيض وجهك ويجمل حالك. الا خسرناك في البرنامج يا ابو سيف كسبناك اخوهم في الدنيا. ربي يطول اعمارك. واللي يهون علينا كسبت تعود عليه باذن الله. باذن الله كلها ان شاء الله. باذن الله كلها بعود عليكم ان شاء الله عقبيه. والشيء الثاني والله اني مهما سويت ومهما قدمت ومهما طبت اني ما اطيب الا ما اطيبكم فيني. والله انت اتعبتنا والله على اول ما يلحق. والله العظيم اني ما اطيب الا ما اطيبكم فيني. الله يطول عمرك. هو اللي يحدنا على الطيب. طيبكم فيني انك والله طيب معدنك. طيب شايبك في الجنه. ومثل ما قلت لك والله اللي بيصبرنا ان احنا انك تعود علينا عقب ايام باذن الله. يجعل ربي يحفظك اللهم ويوفقك وانت نجم ومتالق ومثبت وجودك. جعل ربي يطول كلكم نجوم. كلكم نجوم. انا من هداك النجوميه. جعلني مع الجمهور يعرفون مناحي تحت البث كان حبه زياده. جعل ربي يطول عمرك يبيض وجهك ويطول اعمارك. والله اني ما اجي الا من بعدكم.